من جانبه عبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية خلال كلمته إلى أن درجات الحرارة خلال العام الجاري شهدت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا أن ذلك يتطلب العمل الجماعي لمواجهة تحديات المناخ. العام 2023 هو بالفعل العام الأكثر حرارة خلال آخر 125 ألف سنة. البشرية تعاني من الجفاف والفيضانات وأمواج وموجات حرارية التي تتزايد في صعوبتها وتكرارها، ومنطقة حوض الأمازون في شمال البرازيل تواجه أسوأ حالات الجفاف في تاريخها، كما أن الجنوب يواجه العواصف والأعاصير التي أدت إلى آثار غير مسموقة من الدمار والخسائر والضحايا، ونحن الآن علينا أن ندفع الثمن.